بتبتدي حياة وبتروح قصادها حيوات، روح جديدة بتوصل للدنيا، لكن سعر تذكرة الوصول كان غالي جدا. نفوس البشر اللي حوالينا مخبية جواها كتير، مهما أظهرولنا الحب والدعم، ولكن ربنا وحده أعلم بخبايا النفوس. لغز النهاردة من بشاعته محدش تخيل انه حتى يحصل في افلام الرعب، وعلشان نحل اللغز فلنبدأ التحقيق. مساء الخير واهلا بيكم في ستوري جديده. خلينا اعرفكم في البدايه ان نزلت حلقه جديده على القناه الثانيه هلال منتصف الليل عن فيديوهات مرعبه صورتها كاميرات اجسام الشرطه للهجوم عليهم اثناء تنفيذ مهمتهم. هسيب لكم رابط الحلقه في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت، وكمان هسيب لكم لينك قناه الواتساب في صندوق الوصف علشان الناس اللي سالت عليها. اما عن قضيه النهارده فالحلقه هتكون دسمه جدا، وتفاصيل القضيه هتكون صعبه جدا وكتير ومتشعبه. انا حاولت على قد ما اقدر الم لكم التفاصيل وابسط في القضيه، لكن اوعدكم بقضيه هتبقوا قاعدين مصدومين من كل كلمه بتسمعوها. في تفاصيل هتكون صعبه جدا، يا ريت في اي لحظه لو حسيت ان التفاصيل صعبه عليك تقدر تتخطى الجزء ده، او لو مش قادر تكمل اقفل الفيديو خالص، صحتك النفسية اهم طبعا. في الساعات الاولى من صباح يوم 17 نوفمبر 1995 خلص جيمس ادواردز مناوبته في الشغل ورجع البيت على الساعة 2:30 صباحا كده، ومع وصوله للبيت لقى باب الشقة مفتوح. الباب كان مفتوح ومتوارب كده يعني، ودي كانت حاجة غريبة طبعا ان الباب يفضل مفتوح لحد الوقت المتأخر ده. لما زق الباب ودخل البيت لقى الطفل جوردن اللي عمره سنتين بس مرمي على الارض في الصالة قرب المطبخ كده، وبيبكي لوحده ومنهار ومفيش حد جنبه. واضح يعني ان البيت كمان كان متبهدل والولد كان عليه دم، فدخل بسرعة على اوضه المعيشة، وهنا شاف منظر عمره في حياته ما هيقدر ينساه، لا هو ولا كل اللي عرفه بالقضية دي. منظر لو كانوا قالوا له ساعتها ان ده مش حقيقي وان ده موقع لتصوير فيلم برضه ما كانش هيصدق ان ده ممكن يحصل في الافلام. بتبدأ احداث قصتنا مع ديبرا جو ايفانز اللي وقت الاحداث كان عندها 28 سنة. اتولدت لعيلة متدينة للأب سام والأم جاكلين، وكانت كبيرة اخواتها التلاتة ويندي وكاتي وسام جونيور. أبوها وأمها اتطلقوا هي صغيرة، وده طبعا أثر عليها وخلاها للأسف مش واثقة في نفسها، ومع انعدام دور الأسرة في حياتها وتربيتها انحرفت وصاحبت أصدقاء السوء، وكانت في النهاية حامل وهي سنها 18 سنة بس من شخص اسمه سكوت جيلبرت، وخلفت طفلتها الأولى سامانسا سنة 1985. وهنا قطعت علاقتها مع أبو بنتها وأخدت بنتها واتنقلت من ولاية إلينوي لولاية فلوريدا. ديبرا يا جماعة علشان تكونوا عارفين كان عندها مشكلة مع نفسها، يعني ما كانتش بتحب شكلها، ما كانتش بتحب جسمها، مش واثقة من نفسها، فأي راجل كان بيثني عليها أو بيقول لها كلمتين حلوين خلاص يعني كانت تقول له شبيك لبيك ديبرا بين إيديك، حتى لو كان الشخص ده سمعته وحشة، حرامي، مجرم، أيا كان، مجرد بس ان هو قال لها كلمتين حلوين هي خلاص كده وقعت في شباكه. وعلشان كده من كتر علاقاتها ما كانتش عارفة مين ابو جوشوا. لما وصلت لسن 22 سنة دخلت في علاقة جديدة مع شخص اسمه جيمس ادواردز 24 سنة، واستمرت علاقتهم لمدة 6 سنين لحد يوم الجريمة يعني. بس في خلال الست سنين دول علاقتها بجيمس كانت متقطعة، بينفصلوا ويرجعوا، ولما بتنفصل عن جيمس بتروح لصديقها التاني اللي كان اسمه ليفرن وورد واللي كان أصغر منها بأربع سنين. ولما ترجع لجيمس تسيب وورد، تسيب جيمس ترجع لوورد، وساعات كانت بتبقى مصاحبة الاتنين في نفس الوقت. سنة 1994 خلفت طفل من وورد وسمته جوردن، ورغم وجود طفل بينهم إلا إنها برضو كانت بتسيبه وترجع لجيمس تاني. في الوقت ده اتنقلت لشقة في مكان مفروض ان هو اكثر امانا، شقة في منطقة اسمها اديسون في ولاية الينوي. وفي مارس 1995 جيمس رجع لديبرا واتنقل لشقتها علشان يعيش معاها، وفي الوقت ده حصل على وظيفة جديدة وكان بيساعد ديبرا في مصاريف البيت والاولاد. وهنا ديبرا عرفت انها حامل للمرة الرابعة وكانت فرحانة جدا، وكانت ناوية انها تسمي الطفل الجديد ده إيليا، ومش هقول لكم الطفل ده يبقى ابن مين،
خلوها مفاجأة وخلينا نكتشف مع تقدم الأحداث. وصلنا لشهر نوفمبر وكان خلاص فاضل على ولادة ديبرا 3 أو 4 أيام بالكتير، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. لا ديبرا هتشوف ابنها ولا ابنها هيشوفها أبدا. الساعة 5:30 مساء يوم الخميس 16 نوفمبر 1995، جيمس خرج راح شغله وخلص شغله ورجع البيت في ساعات الصباح الباكر من يوم 17، وبالتحديد كانت الساعة وقتها 2:30 صباحا. لما وصل عند العمارة السكنية بتاعتهم لاحظ ان الشقة منورة لحد الوقت المتأخر ده، ولما طلع لقى باب الشقة متوارب. طبعا استغرب لان المفروض ان ديبرا والاولاد يكونوا نايمين في الوقت ده، لكن لما دخل البيت لقى جوردن اللي عنده سنتين مرمي على الارض وبيعيط وعليه دم على وشه وهدومه ورجليه، ففضل ينادي على ديبرا علشان تفهمه ايه اللي بيحصل للولد وليه سايباه المنظر ده وايه الدم اللي عليه ده، لكن ديبرا ما كانتش بترد. فدخل على اوضه المعيشه وهو بينادي على ديبرا، وهنا شاف ديبرا مرمية على الأرض وكانت متغطية ببطانية لحد بطنها كده، ورقبتها ورأسها متغطيين بالدم والدم حواليها على الأرض في كل مكان. كشف البطانية من عليها وشاف منظر عمره في حياته ما هينساه. ديبرا كأن بطنها انفجرت، بطنها مشقوقة من الجنب للجنب وأحشائها زهرة ومفيش طفل في بطنها، يعني وكأنها معمول لها عملية ولادة قيصرية، بس اللي عمل فيها كده ما كانش عنده أي رأفة بيها وكأنه كان بينتقم منها. أما في غرفة نوم الأطفال لقى سمانسة 10 سنين مرمية على الأرض وغرقانة في دمها هي كمان، فخرج بسرعة خبط على شقة الجيران وطلب منهم يساعدوه بسرعة ويتصلوا ب911. لما الشرطة وصلت ودخلوا البيت لقوا جيمس قاعد جنب جثة ديبرا على الأرض ومنهار وعنده ذهول من اللي حصل. الشرطة أول حاجة عملوها فتشوا البيت علشان يتأكدوا إن مفيش أي دخيل في البيت وإن المجرم اللي عمل كده مش موجود. بعدها اتأكدوا إن ديبرا ماتت والطفل اللي في بطنها اختفى ملهوش أي أثر في البيت، وسمانسة كمان ماتت، ولكن الطفل جوردن كان عايش ومش مصاب بأي إصابات. واضح إن الدم اللي كان عليه ده بس كان دم أمه أو دم أخته. أما جوشوا 7 سنين فملهوش أي أثر في البيت، اختفى هو وإليا المولود. طبعا تم نقل ديبرا وسمانسة للمعمل، وفنيين مسرح الجريمة بدأوا يفحصوا المبنى بالكامل وبالأخص الشقة اللي كانت هي مسرح الجريمة. وبالفعل أول قطعة أدلة لقوها كان نص مقص مكسور ولقوه قدام باب الشقة، وبجوار جثة ديبرا لقوا نص المقص التاني واللي برضه كان عليه دم، فواضح إن هو تم استخدامه في الجريمة. وفي الطرقة المؤدية للحمام كانت الأرضية عليها بقع دم على طول الطرقة انتهاءا بالحمام اللي كان مليان دم، والحوض كمان كان عليه دم كتير. وبفحص الأبواب والشبابيك كلها لقوا إنها سليمة، بمعنى أصح يعني إنه مفيش دخول قصري، فإزاي المجرم دخل البيت إلا لو كانت ديبرا تعرفه وسمحت له بالدخول. باب المبنى كامل علشان تدخل منه قالوا إنك لازم ترن الجرس الأول والشخص اللي انت رايح له يفتح لك الباب، باب إلكتروني يعني. فالشرطة حطت كذا احتمال، يا إما المجرم كان معاه مفتاح وقدر إن هو يفتح الباب ويدخل، يا إما ديبرا سمحت له بالدخول، أو كان اصلا عايش في نفس المبنى معاهم. لكنهم كانوا مرجحين ان ديبرا عارفه المجرم بسبب موضوع خطف الجنين او زي ما بيسموه عندهم عمليه اختطاف قيصريه، وللاسف النوع ده من الجرائم شائع عندهم، يعني الحمد لله الذي عافانا. الجريمه دي ما بتكونش عشوائيه لان اللي بيعمل كده بيبقى عارف الضحيه ومراقبها كويس جدا وعارف ميعاد ولادتها علشان ينفذ الجريمه قبل ميعاد الولاده بفتره بسيطه بحيث ان الجنين يعيش. وديبرا كان خلاص متحدد لها انها تولد في المستشفى بعد 3 أو 4 أيام، فده كان الميعاد المناسب لارتكاب الجريمة. في الوقت ده المحققين كانوا اخدوا جيمس للاستجواب في اسم الشرطة، واخدوا كمان جوردن علشان ياخدوا مساحات من الدم اللي على جسمه، واتصلوا باهل ديبرا ابوها وامها واخواتها علشان يعرفوهم الخبر وحد منهم يجي يستلم الطفل. وصلت ويندي اخت ديبرا للاسم ومعاها زوجها دانيال علشان يستلموا الطفل ويعرفوا تفاصيل اللي حصل. في الوقت ده كان بيتم استجواب جيمس واللي كان مصر انه بريء من كل اللي حصل وانه كان في الشغل وقت الجريمة ويقدروا يتأكدوا من مقر الشغل عنده، وعرض عليهم انهم ياخدوا بصماته وحمضه النووي ويعملوا اختبار كشف الكذب كمان، وقال لهم بصوا يعني انا مستعد اعمل اي حاجة تطلبوها مني علشان تتأكدوا اني بريء وتركزوا في القبض على المجرم الحقيقي. لما استجوبوا ويندي اخت ديبرا وزوجها دانيال
أكدوا أن جيمس ما يعملش كده وأن هو بيحب ديبرا وأولادها. أما الشخص اللي بيشك فيه فهو ليفرن وورد، صديق ديبرا السابق وأبو ابنها جوردن. قال أن هو كان رجل عصابات وعنيف وعنده سجل إجرامي طويل، وأن هو كان عنيف مع ديبرا وبيضربها وبيحبسها، لحد ما في النهاية أخدت أمر تقييد ضده بعدم التعرض لها تاني. وقالوا أنه هو انفصل عنها تقريبا من حوالي سنة، وآخر مرة شافته ويندي فيها كان في عيد ميلاد من 9 شهور تقريبا، كان علشان عيد ميلاد جوردن. ويندي قالت أن ديبرا قالت لها أنها بتعتقد أن جوردن ابن جيمس مش ابن وورد، ومع ذلك وورد مصمم يبقى موجود في حياة جوردن رغم أنها قالت له قبل كده أنه هو مش ابنه، لكن لأن الولد كانت بشرته سمرة كان وورد متأكد أنه هو ابنه مش ابن جيمس. قالت لهم كمان ان وورد عاش فترة مع ديبرا في الشقة دي قبل ما ينفصل عنها وترجع لجيمس، وممكن يكون معاه مفتاح الشقة. احد المحققين سأل ويندي هل ديبرا كانت تعرف حد من اهل وورد ولسه على اتصال معاه مثلا؟ قالت لهم ايوه، كانت علاقتها كويسة ببنت عمه واللي كانت حامل في نفس الوقت، لكنها مش فاكرة اسمها دلوقتي. ولما سألوها تفتكر جوشوا يكون اختفى فين؟ قالت لهم ان ديبرا كانت ساعات بتسمح له يبات في بيوت احد الاصدقاء، ولكنها ما تعتقدش ان ده حصل ليلتها لانه كان عنده مدرسة تاني يوم. ودي كانت كل المعلومات اللي عند ويندي وزوجها. المحققين رجعوا لجيمس تاني واللي أكد لهم أن وورد كان بيسيء معاملة ديبرا، وأن كل كلامها معاه بس كان بخصوص ابنها جوردن، وآخر مرة اتصل كلمها كان من حوالي أسبوع كده علشان كان عاوز ياخد جوردن يقضي معاه عيد الشكر، لكن ديبرا رفضت. فسألوه طيب هل ديبرا ليها أصدقاء مثلا ممكن تشك فيهم؟ قال لهم انها كان ليها اصدقاء كتير من نفس المبنى، وكان ليها صديقة تانية كده اسمها جاكلين ويليامز، ودي كانت بنت عم وورد وكانت حامل زي ديبرا، وساعات كتير يعني كانوا بيخرجوا بيقضوا الوقت مع بعض. في الوقت ده المحققين اخدوا جيمس ورجعوا تاني للشقة وطلبوا منه يتعرف على الحاجات اللي ناقصة من الشقة، او لو في حاجة موجودة ومش بتنتمي للشقة لازم يقولهم عليها برضو. كان في ضمادة دموية موجودة في غرفة النوم، قال لهم ان دي مش بتاعت اي حد منهم، وكان في كمان جهاز ووكمان قال لهم ان ده مش بتاعهم. المحققين طلبوا منه يجمع هدومه ومتعلقاته كلها علشان هيسيب الشقة دلوقتي لانها مسرح جريمة وما ينفعش يكون متواجد فيها. لكن وهو بيلم هدومه لاحظ ان احد الجواكت بتاعته مفقود، جاكيت لونه ابيض في اصفر، وبلغ به المحققين. وقبل ما يسيبه جيمس يمشي طلبوا منه ان هو يغير هدومه ويسلم لهم الهدوم اللي هو لابسها علشان يفحصوها وياخدوا الحمض النووي اللي عليها ويحللوا الدم اللي عليها، فوافق وادعاه لهم عن طيب خاطر. وفي الوقت ده افراد الشرطة اللي كانوا موجودين في شقة ديبرا كان تم توزيعهم على المبنى بالكامل علشان يستجوبوا الجيران ويعرفوا منهم اذا كانوا سمعوا اي صوت غريب او شافوا اي حاجة غريبة وشافوها امتى، علشان المحققين يقدروا يحددوا الجدول الزمني للجريمة. شقة الجيران اللي اتصلوا ب 911 لما طلب منهم جيمس كان عايش فيها ريبيكا وبريان. بريان قال انه اخر مرة شاف فيها ديبرا كانت الساعة 7:30 مساء، كان معاها اولادها جوشوا وسامانسا شايلين سبت الغسيل، وهي كانت شايلة الطفل جوردن. اما الشقة اللي تحت شقة ديبرا على طول كان عايش فيها مارك وجيل. جيل قالت انها على حوالي الساعة 10 مساء كده سمعت ضوضاء عالية جاية من شقة ديبرا، وسمعت صوت وكأن في حاجة تقيلة ارتطمت بالارض، وقالت ان ده كان غريب لان بطبيعتهم شقة ديبرا بتكون هادية على طول. جار تاني قال ان هو سمع صوت اشبه بطلقة نارية ما بين الساعة 8:30 ل 9:30 مساء. جارة تانية قالت انها شافت 4 اشخاص واقفين بيتكلموا قدام المبنى الساعة 9:15 مساء، وقالت ان 3 منهم ببشرة سمرة وواحد ببشرة بيضة. المحققين على حوالي الساعة 7 الصبح راحوا لمقر عمل جيمس وتأكدوا من حجة غيابه وشافوا كاميرات المراقبة، ولو ان هو فعلا كان في الشغل طول الليل فاستبعدوه كمشتبه فيه. في الوقت ده كان في فريق تاني من المحققين مكلفين بالبحث عن جوشوا وإليا، ولما فحصوا المنطقة كلها وبدأوا يدوروا في صناديق القمامة وفي المستنقعات البرق بين الأشجار الأماكن اللي هي ممكن تكون فيها أماكن يرموا فيها جثة دي، ما لقوش أي حاجة. فجابوا كلب بوليسي شمموه ريحة خوذة الدراجة بتاعت جوشوا، فالكلب تتبع الريحة دي لموقف السيارات اللي ورا المبنى، وبعد كده قعد يروح ويجي على كذا مدخل للمبنى، وبعد كده خرج للشارع الرئيسي وعدى الناحية التانية دخل عند مبنى سكن جديد اللي هو المبنى اللي قصاد المبنى بتاع ديبرا، وقعد هناك.
فلما فتشوا الأماكن دي ما لقوش أي حاجة، واضح إن الكلب يعني فقد الريحة هناك. فجابوا كلب تاني والمرة دي شمموه ملابس جوشوا، فزي الكلب الأولاني نزل راح لموقف السيارات، بعد كده لحديقة المبنى وخرج للشارع الرئيسي، لكن المرة دي بقى مشي على طول الطريق في اتجاه الشمال، وده نبه المحققين لأن جوشوا تم نقله بسيارة والريحة بتاعته كانت بتضيع على الطريق. ولما جابوا كلب تالت وقفوه عند باب مبنى تاني برضه راح للحديقة، وبعد كده راح لموقف السيارات وبعدها على الطريق، ومشي زي الكلب التاني على الطريق في اتجاه الشمال. وهنا أدركوا أن الطفلين أكيد ركبوا سيارة والسيارة مشيت بيهم في الاتجاه الشمالي ده. خلونا نرجع تاني لفريق المحققين المسؤولين عن الاستجواب، واللي كانوا بيستجوبوا في الوقت ده الأخت التانية لديبرا اللي كانت اسمها كاتي، وقالت لهم أنه من كام شهر وورد كان بيكلم ديبرا ومصر على أن الطفل اللي في بطنها ده يبقى ابنه، لكنها كانت بتقول له لا مش ابنك ومش هتشوفه لا هو ولا جوردن، وقالت انه كان بيتصل بيها كتير يضايقها ويتخانق معاها. وقبل يومين بس من الجريمة ديبرا اتصلت بيها وقالت لها اسمعي انا قلقانة من ورد علشان مش راضي يسيبني في حالي، لو حصل لي اي حاجة ارجوكي خدي بالك من اولادي. فدلوقتي خلاص بالنسبة للمحققين ورد بقى المشتبه فيه الاول، وعلشان كده المحققين طلعوا الملف بتاعه من قاعدة البيانات وعرفوا عنه حاجات كتير. واستنادا للمعلومات اللي أخدوها من جيمس في التحقيق كان قال لهم على إحدى صديقات وورد اللي اسمها سينتيا، فالمحققين جابوا آخر عنوان معروف ليها وللمفروض إنها كانت عايشة فيه هي وورد وراحوا لها، لكنهم ما لقوهاش هناك، وزميلها في السكن قال لهم إنها في الشغل دلوقتي وإن وورد ما جاش هنا من مدة طويلة. المحققين أخدوا منه عنوان عمل سينتيا واللي كان متجر محلي وراحوا لها وسألوها إمتى آخر مرة شافت فيها وورد وإذا كانت لسه على اتصال بيه ولا لأ. قالت لهم إنها عندها طفلة من وورد عمرها 4 سنين وإنها انفصلت عنه من حوالي 2 سنين، وقالت لهم على عنوان تاني ليه عايش فيه مع صديقته. المهم علشان ما طولش عليكم في النقطة دي هم حاولوا يتتبعوه لأكتر من عنوان بس ما عرفوش يوصلوا له. في الوقت ده كان بيتم تشريح جثة ديبرا وسامانسا، ومش هندخل قوي في تفاصيل التشريح علشان تفاصيل موتهم كانت صعبة، ولكن الطبيب الشرعي عرف ان سامانسا اتصابت ب6 طعنات في رقبتها وكان فيه جرح دفاعي على الساعد بتاعها. الطبيب قال انها حاولت تتفادي الضربات بدراعها واتصابت في دراعها، وكان فيه جروح سطحية كمان على ودنها، فواضح برضو انها كانت بتحرك راسها يمين وشمال علشان تتفادى الضربات، ولكن في النهاية المجرم كان اقوى منها وتمكن منها وخلص عليها. اما ديبرا فكانت مصابة برصاصة في الجزء الخلفي من راسها، وكانت مصابة ب3 طعنات في رقبتها، والجرح الاكثر فظاعة كان جرح بطنها، جرح بطول 30 سنتي يعني من الجنب للجنب تقريبا، وكل محتويات المنطقة اللي كان فيها الجنين كانت طالعة لبرة. طبعا الطبيب الشرعي اخد حمض نووي من بقايا الحبل السري علشان يعرف الحمض النووي للجنين، وقال ان الحبل السري اصلا مقطوع غلط وده بيأثر على الطفل، والله أعلم هو عايش دلوقتي ولا تأثر بالقطع الغلط ده ومات. السلاح اللي حدده الطبيب انه تم استخدامه في عملية استخراج الطفل او في العملية القيصرية يعني كان المقص اللي لقوه في مسرح الجريمة، وان الجنين بيفضل عايش بعد توقف قلب الام مدة من 3 ل5 دقايق، يعني المجرم اكيد ما كانش عنده صبر اصلا ان ديبرا تموت، واشتغل باقصى سرعة عنده علشان يلحق يستخرج الطفل قبل ما ديبرا تموت وبالتالي هو يموت. وعلشان كده الطبيب استنتج انه ما كانش مجرم واحد، لا دول كانوا اكتر من شخص علشان يساعدوا بعض ويلحقوا انهم يستخرجوا الطفل باقصى سرعة قبل ما قلب ديبرا يقف نهائي والطفل يموت، لانه لو كان شخص واحد ما كانش هيلحق. الطبيب قال انه بعد فحص وتحليل الدم اللي حوالين بطنها قدر يعرف انه تم استخراج الطفل وقلب ديبرا لسه بينبض، يعني كانت لسه عايشة. متخيلين كم القسوة اللي كانت عند المجرم او المجرمين؟ المحققين كانوا عاوزين يعرفوا هل الجريمة دي كانت بغرض القضاء على عيلة ديبرا ولا بغرض سرقة الجنين. فاستنادا للطريقة اللي تم استخراج الجنين بيها عرفوا ان الجنين كان الهدف، فلو وورد هو المجرم اللي نفذ الجريمة علشان يخطف الجنين اللي بيدعي ان هو ابنه، ليه اخد معاه جوشوا وما خدش جوردن اللي هو المفروض ابنه برضه، وكان دايما اصلا بيتخانق مع ديبرا علشان يشوفه او ياخده. بس ايا كان الشخص اللي سرق الجنين فاكيد برضه هو اللي خطف جوشوا. على حوالي الساعة 12:30 الظهر وصلت مكالمة لنا 911 من شخص اسمه دوايت،
بيتصل من هاتف عمومي في منطقة اسمها فيلا بارك اللي بتبعد 10 دقايق عن منطقة أديسون اللي عايشة فيها ديبرا. المهم دوايت المتصل ده قال انه كان بيتفرج على الاخبار في التلفزيون وشاف صورة جوشوا وعرف ان ده نفس الطفل اللي صديقته باتريس سكوت كانت بترعاه امبارح كجليسة طول الليل، وقال انه صباح اليوم جت واحدة اخدت الطفل ده ومشيت معاها صديقته باتريس، وانه ما عندهوش اي فكرة هم راحوا فين ولا عملوا ايه. المحققين اخدوا العنوان من دوايت وراحوا له البيت، وعلى ما وصلوا كانت باتريس هي كمان رجعت من بره من شوية. دوايت بما ان هو اللي كان متصل ب911 فبدأ يكلم المحققين وقال لهم ان امبارح الساعة 1 صباحا كان قاعد بيتفرج على التلفزيون لما سمع صوت تخبيط متتالي عالي على باب الشقة، ولما راح فتح الباب على حد وصفه قال ان هو لقى سيدة ببشرة سمراء واقفة وبتقول له انها صديقة باتريس وطلبت منه ان هو ينادلها علشان هي عاوزاها في حاجة، فندهلها على باتريس فعلا ووقفوا الصديقتين يتكلموا لكام دقيقة كده، وبعدها دخلت باتريس ومعها طفل صغير عرف بعد كده ان هو ده جوشوا، وقال ان الولد كان لابس ساعتها تيشيرت وجاكيت وجزمة ومش لابس بنطلون، ولما سأله انت لابس ليه كده قال له ملحقتش البس قبل ما امشي. المحققين وقفوا دوايت هنا واتنقلوا لباتريس سألوها جوشوا كان بيعمل ايه عندك الساعة 1 صباحا ومين دي اللي جابتهولك وسبتهولك ومشيت. باتريس كانت مترددة تتكلم وقالت لهم من فضلكم انا مش عاوز اورط حد في اي مشاكل ولا عاوز ادخل في مشاكل انا كمان. وقبل ما المحققين يضغطوا عليها دوايت انفجر فيها وفضل يزعق لها ويقول لها كل اللي هم عاوزين يعرفوه مكان الطفل، هو ده لو كان ابنك كنت هترضي حد يعمل كده؟ اتكلمي وقولي اللي عندك. فبدأت باتريس تتكلم وقالت لهم انها عايشة في الشقة دي هي وبناتها التلاتة اللي واحدة منهم لسه مولودة ما كملتش شهر، والساعة 1 صباحا صديقتها جاكلين ويليامز بين قوسين بنت عم وورد جت خبطت عليها وقالت لها ان صديقتها ديبرا اتعرضت لإطلاق نار اثناء صفقة مخدرات وان جوشوا قدر يهرب من مطلق النار وراح لها، وقالت لها انها لازم تروح المستشفى دلوقتي علشان تطمن على ديبرا، وطلبت منها انها تخلي جوشوا عندها الليله دي بس وهتيجي تاخده منها الصبح. فالمحققين قالوا لها لاحظتي حاجه غريبه على هدومها؟ قالت لهم انها كانت لابسه فستان اخضر طويل وكان عليه بقع بنيه كده كانها بقع دم، هي مش متاكده قوي. المهم انها استلمت الطفل وقفلت الباب وقالت ان جوشوا طلب منها تقفل الباب بالقفل وقال لها انه خايف من المجرمين يرجعوا تاني، وهي مش فاهمة طبعا وفاكرة ان المجرمين دول بتوع صفقة المخدرات، فقفلت الباب فعلا علشان تطمنه وبدأت تهديه وتقول له ما تخافش واخدته علشان تنيمه، لكنه صحي مفزوع الساعة 6 الصبح وهو بيصرخ وبيبكي، ولما سألته قال لها ان في 4 اشخاص اقتحموا بيتهم وقتلوا امه واخته واخدوا اخوه من بطن امه، ولما سألته هربت منهم ازاي قال لها ان هو استخبى في البيت ولما مشوا هرب من البيت، لكنهم كانوا لسه تحت البيت وجاكلين شافته واخدته معاهم، بمعنى ان جاكلين كانت واحدة من الاشخاص دول. المحققين ما كانوش عارفين مين جاكلين دي اللي اسمها بدأ ان هو يتردد كتير، فسألوا باتريس وقالت لهم انها تبقى صديقة ديبرا وفي نفس الوقت بنت عم وورد اللي هو الاكس بتاع ديبرا وابو ابنها. المحققين سألوا باتريس عن مكان جوشوا دلوقتي، فقالت لهم انه الساعة 9 الصبح وصلت جاكلين مع صديقها فيديل كافي في عربيتهم الرمادية وجت علشان تاخد الطفل، بس هي كانت لسه في حالة صدمة من الكلام اللي قاله لها جوشوا، فسألت جاكلين وقالت لها هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ جوشوا بيقول كذا كذا، انت مورطاني في ايه؟ فجاكلين بصت لجوشوا وهي متضايقه كده وقالت لها ده كذاب وبيقول اي كلام، انت هتصدقي طفل؟ فباتريس قالت انها طلبت منها تروح معاها علشان توصل الطفل بنفسها وتطمن عليه، وراحت فعلا معاها لحد ما وصلوا لبلده كده مش بعيده يعني عن هنا، بس البلده كان شكلها ما يطمنش خالص، لحد ما وصلوا البيت ونزلوا ودخلوا الولد للبيت. وقالت لهم انها مش عارفة العنوان بالظبط لكنها تقدر توصفه لهم لو راحت معاهم، وفعلا راحت هي ودوايت وبنتها الرضيعة مع المحققين وبدأت توجههم على طول الطريق لحد ما وصلوا للبلدة، وبدأوا يمشوا في شوارع وأزقة ضيقة، ولكن وهما ماشيين أحد المحققين لمح بطرف عينه كده طفل صغير مرمي في أحد الأزقة، فنزلوا بسرعة من العربية وراحوا له واكتشفوا ان هو يبقى جوشوا، لكنه
مقتول ومرمي جنب بيت مهجور في الزقاق ده. طبعا طلبوا الدعم والشرطة والإسعاف والطب الشرعي راحوا لهم والدنيا اتقلبت هناك. أما دوايت وباتريس أخدوهم تاني لاسم الشرطة لمتابعة الاستجواب. بما إن جاكلين بنت عم وورد وصديقها فيديل كانوا آخر اتنين اتشاف معاهم جوشوا فأكيد ليهم علاقة باللي حصل له، ولكنهم لسه مش عارفين يوصلوا لهم لحد دلوقتي. في الوقت ده عرفوا عنوان بيت صديقة تانية لورد اسمها لورا وراحوا لها البيت، واللي فتح لهم كان صديقها جيف. قال لهم ان هو عايش هنا مع لورا وبناتها التلاتة، لكن لورا مش موجودة دلوقتي. فسألوه عن وورد وامتى اخر مرة شافه، قال ان هو جالهم امبارح على حوالي الساعة 10:15 بالليل وبات معاهم الليلة، والساعة 4 الفجر صحى جيف وطلب منه يوصله بعربيته لشيكاغو، وقال ان هو ما يعرفش وورد عمل ايه هناك. لكنهم رجعوا تاني على الساعة 8 الصبح للبيت، وبعد كده نزل وورد هو ولورا وما يعرفش هم راحوا فين. في اللحظة دي وصلت عربية لورا تحت البيت بالصدفة. لورا كانت سايقة وورد كان رائد على الكنبة اللي ورا. هوب، أول ما الشرطة شافتهم قبضوا عليهم فورا. لما سألوا لورا تعرف وورد منين وتعرف ديبرا ولا لأ، قالت لهم ان وورد يبقى صديقها وانها عارفة ان ديبرا تبقى صديقته السابقة وام ابنه، وقالت كمان انها عارفة الخلافات اللي بينهم وان ديبرا لما كانت لسه في علاقة معاه كانت مفهماه ان البيبي اللي هي حامل فيه ابنه، لكنها لما انفصلت عنه قالت له ان ده مش ابنه ولكنه ابن جيمس. المحققين اخدوا وورد الاسم وعرفوه ان هو مشتبه فيه في جريمة قتل ديبرا واولادها، لكنه كان مصر بان هو بريء وملهوش اي علاقة باللي حصل وانه عمره ما يأذي اطفال. بس عادي يعني تأذي كبار ولا ايه؟ مش فاهم. المهم لما طلبوا منه يحكي لهم جدوله الزمني في اليوم ده، واللي مش هحكيه لكم طبعا لانه مليان اشخاص واماكن وتفاصيل هتلخبطكم، ولكن بشكل عام كان يعني بيتنقل من بيت صديقته دي لصديقته دي لبيت عمته للخروج مع صاحبه، وقال انه بالصدفة شاف جاكلين وفيديل في عربيتهم في اشارة مرور، وان هو وقف يتكلم معهم شوية كلام عادي يعني، وكانت بتعزمه على عيد ميلاد حد من بناتها. وكان واضح من جدوله الزمني على حسب كلامه يعني ان هو ما عندهوش وقت اصلا لارتكاب الجريمة، لكن المحققين طبعا ما افرجوش عنه واحتجزوه في القسم لحد ما يتأكدوا من كل حاجة، لانهم مش ضامنين لو سابوه يمشي ممكن يهرب. ومن خلاله قدروا يوصلوا لبنت عمه تينا اخت جاكلين وجابوها للاستجواب علشان تحكي لهم عن جاكلين، وعرفوا منها ان جاكلين وفيديل كافي اصدقاء، وجاكلين يعني كانت متشردة من صغرها وبدأت بقى تنضم لعصابات وتصاحب مجرمين وسابت المدرسة وهي عندها 17 سنة بس، وبقت حامل كمان، وبوصولها لعشرين سنة كان عندها 3 اطفال وكانت متجوزة، وفي الوقت ده عملت عملية جراحية علشان ما تخلفش تاني علشان مصاريف الاطفال كانوا كتير عليها. وفي الوقت ده كانت انفصلت عن زوجها، وعلشان تعرف تصرف على الاطفال بقت بتسرق، واتقبض عليها كذا مرة بتهمة السرقة، ولما خرجت من السجن اتقبض عليها تاني بتهمة كتابة شيكات مزورة، واتسجنت وخرجت تاني وكانت في الوقت ده تحت المراقبة. وفي تغير جذري للأحداث بدأت تدرس التمريض وأخدت شهادة كمساعد ممرض، وفي الوقت ده اتعرفت على فيديل كافي واللي كان مجرم ومتعاطي وعنده سوابق وحالته نيلة خالص زيها. ففيديل كان بيشتغل في بيع المخدرات مع وورد، وتعرف على جاكلين عن طريق وورد وبقوا أصدقاء وبقى عايش معاها في بيتها. علاقتهم كانت علاقة سامة فيها عنف جامد لبعض، هو بيعتدي عليها وهي برضو متشردة فما بتسكت لهوش، ولكن مع ذلك كانت بتحبه جدا. ولكن فيديل علاقاته النسائية كانت متعددة، وجاكلين كانت بتغير جدا عليه، ولما كانت بتعرف بأي علاقة من علاقاته كانت بتهدده انها تموت نفسها، وفعلا بتبقى مستعدة انها تعمل كده في سبيل ان هو ما يعرفش واحدة تانية عليها، غير انها كانت بتعمل له سحر وطقوس غريبة كده علشان يفضل معاها ما يسيبهاش ويفضل تحت سيطرتها، وكانت عايشة في رعب من انه يجي اليوم اللي يسيبها فيه، خصوصا لما عرفت ان هو عنده طفلة من علاقة سابقة. استمرت علاقتهم في سميتها وكانت دايما في خناقات ومشاكل مع بعض، لدرجة انها قدمت مرتين شكوتين ضده للشرطة، ومرة طعنته في صدره خرمت له الرئة بتاعته وكانت هتموته، ولكنها ساعتها قالت ان ده كان حادث غير مقصود، ومع ذلك برضه فضلوا مكملين مع بعض وما كانتش تقدر تستغنى عنه. وفي شهر فبراير من سنة الجريمة
ادعت جاكلين انها حامل وهتولد على اخر اغسطس او اول سبتمبر، وقالت الخبر ده لاهلها واصدقائها، لكن ما كانش حد فيهم مصدقها لانهم عارفين انها مش هتخلف تاني بسبب العمليه اللي عملتها. ولكن مع الوقت بدا وشها ينتفخ وبطنها بدات تكبر، فبداوا يحسوا انها حامل بجد فعلا، حتى انها عملت حفلة استقبال مولود والناس بدأت تصدق خلاص انها حامل. لكن جاكلين طبعا ما كانتش حامل ولا حاجة، هي عملت التمثيلية دي كلها علشان تربط فيديل بيها، لانه كان نفسه في طفل، وبالاخص كان عاوز طفل ابيض زيه، لان بنته اللي مخلفها من صديقته السابقة كانت سمرة زي امها، وهو كان عاوز طفل ولد يكون ابيض، فهي قررت انها تدعي الحمل علشان ما يسيبهاش ويفضل معاها. لكن لما جه ميعاد ولادتها ما ولدتش لا في اخر اغسطس ولا في سبتمبر، وساعتها قالت ان الدكتورة قالت لها ان ميعاد ولادتها في نص اكتوبر، ولكن لما جه اكتوبر برضو ما ولدتش، وقالت ان الميعاد الحقيقي في نوفمبر، وانها كانت غلطانة في الميعاد، وكانت بتنزل تتمشى وتخرج عادي مع اصدقائها الحوامل باتريس وديبرا، والامور كانت طبيعية جدا. لما المحققين سألوا تينا اخت جاكلين طيب جاكلين ولدت ولا لسه، فقالت لهم انها بالفعل ولدت ولد، وانها كلمتها النهاردة الساعة 3:30 الفجر تقول لها انها ولدت. وبعد شوية اتصلت بيها واحدة اسمها فيكي، ودي صديقة جاكلين، وقالت لها برضو ان جاكلين ولدت، وقالت لها ان جاكلين تعبت فجأة واضطرت انها تنقلها للمستشفى لانها كانت بتولد، وهي عندها في البيت دلوقتي هي وفيديل. فتينا صحت امها مارثا وراحوا جري على بيت فيكي، وهناك دخلوا وقعدوا مع جاكلين اللي قالت لهم انها حست انها بتولد، وفيكي ساعدتها وادت لها دواء مسكن ودواء يساعد في عملية الولادة، ونامت وصحت لقيت نفسها ولدت. يا سبحان الله، مع فيكي الولادة بدون ألم. فيكي تقول انها وصلتك للمستشفى وولدت هناك، وانتي تقول انك كنت هنا في البيت وصحيت لقيت نفسك ولدتي. وبعدين مارثا كمان ام جاكلين وتينا لما شافت الطفل قالت لها هو مين الواد ده؟ ابن مين؟ انت جايبة الواد ده منين؟ لا شبهك ولا شبه فيديل. ساعتها قلبوا الموضوع بضحك، ومن فرحتهم بالطفل نسيوا كل حاجة ونسيوا ان الطفل مش شبهها ولا شبه فيديل. لكن كان في واحدة الموضوع مش مفارق بالها، تينا. لما تينا ومارثا رجعوا لبيتهم تينا كانت شكة، فبدأت تتصل بالمستشفيات المحلية وتشوف جاكلين فعلا ولدت في المستشفى ولا لا، لكنها ما لقيت لهاش اي سجل في ولا مستشفى. تينا وافقت انها تاخد المحققين لبيت جاكلين وفيديل، ولكن لما راحوا فتحت لهم واحدة من بناتها وقالت لهم انها خرجت هي وفيديل من ساعة ومش عارفة هم هيرجعوا امتى، فقرروا انهم يفضلوا قاعدين في البيت منتظرين عودتها، وفريق تاني منهم بمساعدة تينا اتوجهوا لبيت فيكي صديقة جاكلين علشان يشوفوا لو جاكلين هناك عندها ولا لا، وبالمرة برضو يستجوبوها. لكن على الساعة 11:30 رجعت جاكلين للبيت هي وفيديل، واول ما دخلوا الشرطة ثبتتهم واخدوا منهم الطفل. فيديل من غبائه كان لابس الجاكيت بتاع جيمس اللي هو كان مسروق من البيت ليلة الجريمة، وكمان كان عليه بقع دم على الكم. المحققين سألوا جاكلين ابنك ده؟ قالت لهم ايوه، وانها ولدته في المستشفى المركزي امبارح الساعة 8 بالليل، وكمان جابت لهم شهادة الميلاد بتاعته واللي هيكتشفوا بعد كده انها مزورة. فتم القبض على جاكلين وفيديل واخدوهم لاسم الشرطة، والطفل نقلوه للمستشفى، والحسن الحظ انه اتنقل في الوقت المناسب، لان مكان قطع الحبل السري كان فيه التهابات وكان ملوث، وكان الطفل ممكن يموت. جاكلين في الاستجواب قالت لهم القصة الاولى اللي قالتها فيكي لاختها تينا، انها كانت عند تينا وتعبت ونقلتها للمستشفى علشان تولد. ولكن جاكلين دلوقتي مش عارفة اللي بيدور في الكواليس، لان باتريس في الوقت ده كانت لسه في اسم الشرطة، وكانوا استجوبوها مرة تانية قبل استجواب جاكلين، لأنهم كانوا حابين يعرفوا منها معلومات أكتر عن حمل جاكلين، لأنهم كانوا شاكين إنها كانت بتتقرب منها هي وديبرا بس علشان هم حوامل، والهدف واضح طبعا وهو سرقة أطفالهم بما إنها مزيفة الحمل بتاعها. وطبعا سبب تغييرها لميعاد الولادة كل شوية هو إن باتريس وديبرا ما كانوش ولدوا لسه، فهي مش هينفع تقول إنها ولدت إلا لما هم يولدوا وتخطف طفل منهم علشان تقول إنها ولدت. وعلشان كده بدأوا يربطوا الخيوط ببعضها لما قالت لهم باتريس إنها لما عملت سونار وعرفت إنها تخلف بنت وقالت لجاكلين وديبرا بما إنهم أصدقائها، فجاكلين اتضايقت جدا وقالت لها لأ، ساعات السونار بيطلع غلط وممكن تخلفي ولد في الآخر. لكن لما خلفت بنت
قالت ان جاكلين بعدت عنها خالص وما بقتش لا بتكلمها ولا بتشوفها، بعكس ما كانت لسه مقربة من ديبرا. وطبعا السبب معروف، لانها كانت عاوزة ولد مش بنت، وبما ان باترس خلاص خلفت بنت فما تلزمهاش دلوقتي. يعني برضو باترس كانت هدف لولا انها خلفت بنت مش ولد. وطبعا ديبرا دلوقتي كانت فرصة جاكلين الاخيرة في الحصول على مولود ذكر ابيض. باترس لما عرفت انها كانت جزء من مخطط جاكلين وكانت ممكن تبقى مكان ديبرا ويحصل لها اللي حصل في ديبرا واطفالها، قررت انها تعترف بكل حاجة وقالت للمحققين بلاوي متلتلة. اتضح ان القصة اللي قالتها عن توصيل جوشوا ما كانتش كاملة، وبدأت تحكي لهم اللي حصل بأدق التفاصيل. الليلة بدأت زي ما حكت لهم أول مرة، إنه الساعة 1 الصبح خبطت عليهم جاكلين، ولما فتحوا لها واتكلمت معاها جاكلين قالت لها إنها ولدت وإن الطفل في العربية مع فيديل مستنيها برا، وادت لها جوشوا وقالت لها تاخد بالها منه علشان أمه اتضربت بالنار في صفقة مخدرات وهي رايحة لها المستشفى دلوقتي. المهم إن باترس فعلا أخدت الولد ونيمته، ولما صحي مفزوع الصبح قال لها إن أمه وأخته اتقتلت، وإن وورد صديق أمه وأبو أخوه هو اللي قتلهم بمساعدة جاكلين وصديقها فيديل، وقال إنهم كان معاهم كمان شخص رابع بس هو مش عارفه. ولما وصلت جاكلين علشان تاخد جوشوا كانت جايبة معاها الطفل الرضيع وفرجته لباترس ودوايت وقالت لها شوفوا ابني الجديد، بصوا شبه فيديل قوي. هنا باترس أخدتها على جنب كده وحكت لها على اللي قاله جوشوا، فاتضايقت وبصت له وقالت له اخرس وبطل تكذب تاني، انت بتقول اي كلام وخلاص. لكن الولد قال لها انا ما بكذبش وانت عارفه كويس ان ده اللي حصل. قالت له طب يلا بقى علشان تاخد الدواء بتاعك. قال لها بس انا مش تعبان وما باخدش دواء. قالت له لا، امك سايبه لك الدواء بتاعك معايا، وشربته بالعافيه دواء من ازازه كده. اتضح بعد كده انها ما كانتش دواء ولكن كانت سم. ولكن جوشوا جري على طول على الحمام وفضل يرجع لحد ما طلع كل اللي هي شربته له، فاخدته ومشيت. ولكن باترس قالت لها انها هتروح معاها علشان تطمن عليه. وبعد ما مشيوا دوايت فضل قاعد يتفرج على التلفزيون عادي، ودي كانت اللحظة اللي شاف فيها صورة جوشوا على التلفزيون في الاخبار واتصل بالشرطة. في الوقت ده كانت جاكلين وفيديل وباترس وصلوا للبيت ومعاهم جوشوا، ولما دخلوا فيديل اخد جاكلين ودخلوا اتكلموا شويه كده في اوضه الغسيل، وبعد كده ندهت على باترس وقالت لها انها لازم تخلص على جوشوا لانه شاهد عليهم وعارف كل حاجه وهيدخلهم السجن. طبعا هي اضطرت تقول لباترس اللي حصل لان باترس بقت متشككه فيهم وخافوا انها تبلغ عنهم، وطبعا هددوها بالقتل لو فتحت بقها هي وبنتها الرضيعه اللي على كتفها. فباترس قالت لهم سيبوا لي جوشوا انا هربيه واوعدكم محدش فينا هيفتح بقه للشرطه. لكن جاكلين رفضت وطلبت من جوشوا ان هو يدخل يرقد على السرير ويستناها. الولد من خوفه سمع كلامها، فخدت سكينة من المطبخ وهي مخبيها ورا ظهرها وراحت وراها على الأوضة، وباترس وراها بتترجاها ما تعملش كده، لكنها هددتها تاني وصرخت فيها وطلبت منها تسكت خالص. التفاصيل اللي جاية دي هتبقى صعبة شوية، لو حد مش هيقدر يشوف الحتة دي فكفاية ان هو يعرف بس ان جوشوا تم قتله هنا ويقدر يتخطى الجزء ده، لكن اللي عاوز التفاصيل يقدر يكمل عادي. جاكلين فجأة قررت انها مش هتستخدم السكينة علشان ما تملاش البيت دم، وقررت انها تخنقه، فجابت سلك ابيض وطلبت من جوشوا ان هو يرفع رقبته، وجوشوا من خوفه وهو مستسلم لها يعني رفع رقبته فعلا، فبدأت تلف السلك حوالين رقبته اكتر من مرة، ومسكت طرف السلك من ناحية وفيديل مسك طرف السلك من الناحية التانية، وبدأوا يشدوا قصاد بعض، وجوشوا بيتخنق ووشه عمال يتحول للون الازرق، وباتريس منهاره وعماله بتصرخ وتترجاهم، ولما صراخها عالي قوي وقفوا خنق الطفل، وفيديل قال لها احنا لازم نخرجها من هنا، لازم نرجعها بيتها علشان هتفضحنا وتلم علينا الناس. باتريس اعتقدت انهم هيسيبوا جوشوا خلاص يمشي معاها، ما كانتش متخيله ان الاسوأ هيحصل لسه. باترس ركبت العربيه في المقعد اللي جنب السائق قدام، وطفلتها كانت على كتفها، وبعد كده جاكلين حطت الطفل الرضيع على الكرسي اللي ورا اللي هو ابن ديبرا، وركبت هي على مقعد السائق، وهنا وصل فيديل ومعاه جوشوا ومعاه سكينه. ركب جوشوا العربيه في المقعد الخلفي وطعنه بالسكينه اكتر من مره في رقبته وفي صدره، وبعد كده سابه يموت على ارضيه العربيه في الكنبه الخلفيه، ورجع حط السكينه في البيت ورجع ركب العربيه معاهم في الكنبه الخلفيه بين الرضيع وبين جوشوا.
اللي كان لسه بيموت ويعيني صوته طالع وهو بيموت. وفضلوا سايقين العربية لحد ما وصلوا لأحد الأزقة المهجورة ورموا جوشوا هناك وكملوا بالعربية وصلوا باترس لبيتها. وطبعا هي ما جابتش سيرة اللي حصل ده نهائي لدوايت لأنها كانت مرعوبة. وأول ما دخلت دوايت فضل يصرخ فيها ويقول لها أنه شاف الأخبار على التلفزيون وأنه عرف مين الطفل ده، وهي منهارة وعمالة تطلب منه يسكت وتقول له شش، لأن جاكلين واقفة برة مستنياها تجيب لها قماشة أو ملاية علشان تمسح بيها الدم اللي في العربية، وفعلا ادت لها الملاية ومشتها. بعد كده اتصل دوايت ب 911 وحكى لهم على اللي حصل. المحققين لما فتشوا بيت فيدل وجاكلين لقوا كيس قمامة جواه حاجات كتير، منها إزازة السم والسلك الأبيض اللي تم خنق جوشوا بيه، ولقوا السكينة اللي اتقتل بيها جوشوا في غسالة الأطباق وعليها الدم بتاعه لسه. لما استجوبوا جاكلين قالت لهم انها ملهاش اي دعوة وان فيديل هو اللي قتل جوشوا مش هي، وقالت لهم انها راحت مع فيديل وورد لشقة ديبرا وهي مش عارفة هم رايحين هناك ليه، لكنها انتظرتهم في موقف السيارات تحت البيت، وبعد شوية لقيتهم راجعين وفيديل شايل طفل صغير لسه مولود. اما فيديل لما استجوبوه قال ان هو ما يعرفش اي حاجة وملهوش دعوة باي حاجة. ولما سألوه عن جاكيت جيمس اللي هو لابسه قال لهم ان الجاكيت ده جاله هدية من صديقته فيكي. ولما سألوه عن الدم اللي على الجاكيت قال لهم ان هو ما يعرفش الدم ده جه منين. ولما سألوه عن الطفل قال ان هو كان قاعد في البيت وعلى الساعة 2:30 صباحا رن جرس الباب، ولما فتح لقى فيكي شايلة الطفل معاها في ايديها ومعاها جاكلين جنبها وبتقول له مفاجأة خدش لابنك، جاكلين ولدت وهي عندي في الشقة. هو قال انه اصلا ما كانش مصدق ان جاكلين حامل بسبب طول مدة الحمل وكان عارف انها كدابة. ولما سألوه هل كان عاوز طفل فعلا قال لهم أيوة، انه كان نفسه في طفل ابيض زيه وكان عنده امل ان جاكلين تكون صادقة في حملها رغم ان هو عارف انها كدابة. ولما عرضوا عليه صور اطفال ديبرا قال ان هو ما شافهمش ابدا في حياته ولا عمره راح لبيت ديبرا. اما فيكي في قصتها للي حصل قالت ان جاكلين اتصلت بيها على الساعة 11:15 بالليل وقالت لها انها ولدت في المستشفى الساعة 8، وقالت لها انها هتعدي عليها علشان توريها الطفل، وفعلا بعد ساعة عدت عليها. ولما سألوها عن جاكيت جيمس اللي كان لابسه فيديل قالت لهم انها فعلا ادته لفيديل كهدية، لكن جاكلين لما جات لها بالليل هي اللي ادت لها الجاكيت ده وطلبت منها تقدمه هدية لفيديل بمناسبة المولود الجديد. واعترفت انها ساعدت جاكلين في عمل شهادة ميلاد مزورة للطفل لان جاكلين قالت لها انها ولدت في المستشفى تحت اسم مستعار ومش هتعرف تسجل الطفل باسمها. طبعا اعترافاتهم دي كلها كانت متناقضة مع بعضها وكل واحد فيهم بيحاول يلبس التاني في التهمة ويخلع هو. ولما واجهوا جاكلين بالتناقضات دي غيرت قصتها وقالت لهم انها كانت عارفة هم رايحين لبيت ديبرا ليه وان فيديل طلب منها تقابله هناك عند بيت ديبرا على الساعة 10، فراحت فعلا هي وفيكي واستنوهم في موقف السيارات تحت البيت. وبعد شوية جه فيديل وورد ومعهم الطفل. ما زالت لسه بتحاول ما توردش نفسها في الموضوع ولكن بتعترف ان الطفل مش ابنها فعلا وانها كانت مزيفة حملها. الطفل بعد تحليل الدي ان ايه اتضح ان هو ابن ديبرا وورد. فيديل مرضيش يعترف وكذلك وورد، فتم اتهامهم بالقتل العمد من الدرجة الاولى لديبرا وسامانسا وجوشوا والاختطاف المشدد لجوشوا وإليه الرضيع. جيمس في شهادته كمان قال انه قبل اسبوع من الجريمة وورد جاله البيت وقال ان هو جاي قابل ديبرا وانها عارفة انه جاي، لكنه قال له ان ديبرا مش موجودة في البيت، فقال انه بدأ يسأله شوية اسئلة زي انت بتروح الشغل امتى، بتيجي من الشغل امتى، شغال فين، وشوية اسئلة كانت غريبة كده بالنسبة لجيمس لكنه جاوبه عليها. ولما رجعت ديبرا بعد كده بعد ما وورد مشي وقال لها على اللي حصل قالت له انها ما كانش عندها معاد مع وورد ولا حاجة زي ما قاله. وقال كمان ان جاكلين قابلت سامانسا وجوش في الشارع قبل يوم واحد من الجريمة وهم رايحين للمدرسة وسألتهم أسئلة كتير بس هو ما كانش عارف بالظبط الأسئلة دي إيه. ولما سألوا جيمس إزاي وورد وعصابته ممكن يكونوا دخلوا البيت قال لهم إن ديبرا كانت مؤخرا بتسيب الباب مفتوح لما الأولاد يخرجوا يلعبوا علشان هي كانت خلاص يعني في الأيام الأخيرة للحمل وما كانتش بتقدر تقوم تفتح لهم كل شوية. فاكرين كمان الضمادة الدموية اللي لقوها في الشقة وجيمس قال انها مش بتاعت حد فيهم؟ النتيجة بتاعتها بعد كده طلعت واتضح انها تخص جاكلين، والدم اللي كان في الحوض دم إيليا دون، وده واحد من جيران فيديل وجاكلين. قال ان هو راح لهم البيت يستعير المكنسة بتاعتهم وكانت هناك فيكي وورد
وورد كان متضايق جدا وعمال يزعق ان ديبرا مش راضية توريه ابنه جوردن. بعد كده وورد اخد فيديل وجاكلين للطابق السفلي وطلب منهم مسدس او سكينة، لكن جاكلين طلبت منه يهدى ويمسك العقل كده وما يتهورش. الجار طبعا كان قاعد في البيت يا عيني، لا بيه ولا عليه، هو بس قاعد مستني المكنسة، ما كانش عارف ان هو جاي وهيسمع كل البلاوي دي. المهم ان هو قال ان فيكي كمان كانت موجودة في البيت وانضمت ليهم، وكان معاهم شخص كمان بس هو ما يعرفهوش، وسمع حد فيهم بيقول انتوا لسه عاوزين الطفل ولا لا، ولو عاوزينه هل معاكم فلوس تدفعوها؟ في اواخر نوفمبر شهد شخص تاني وقال ان فيكي استعارت مسدس من صديقه رون وانها ادت المسدس ده لجاكلين، وجاكلين رجعته لها بعد يومين، وفيكي رميته في النهر او في بحيرة يعني. ولما واجهوا فيكي بالكلام ده قالت انه فعلا حقيقي، بس هي خافت تعترف علشان ما يتهموهاش بالقتل. وفعلا قادت الشرطة للبحيرة اللي ترمى فيها المسدس وقدروا يلاقوه، وده كان المسدس اللي اتضربت بيه ديبرا رصاصة في مؤخرة رأسها. النيابة قدمت روايتها في المحكمة وقالوا ان فيديل وجاكلين زيفوا موضوع حملها مع بعض، واتفقوا مع وورد انهم يقتلوا ديبرا ويسرقوا الجنين، وهو كمان دي كانت فرصة بالنسبة له لانه كده كده كان عاوز يتخلص من ديبرا لانها منعاه ان هو يشوف ابنه. وبالفعل قدروا ينفذوا خطتهم، ولكن في النهاية اتفضح امرهم، جاكلين وفيديل تم الحكم عليهم بالاعدام، اما وورد فالمحلفين اختلفوا عليه لانه ما كانش فيه ادلة مادية قوية ضده، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بالاضافة لستين سنة اضافية. اما فيكي فكانت معرضة لتهمة عرقلة العدالة، ولكن في الاخر ما تمش اتهامها باي حاجة. وللأسف سنة 2003 قرر جورج رايان حاكم ولاية الينوي ان هو يلغي عقوبة الاعدام ويخفض العقوبة لكل المحكوم عليهم بالاعدام للسجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج المشروط، بما فيهم طبعا جاكلين وفيديل. حاكم الولاية ده نفسه تم اتهامه بعد كده بتهم فساد واتحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنين. والحد هنا خلصت قصتنا، يا رب أكون قدرت أفهمكم كل حاجة، وأنا على فكرة اختصرت فيها حاجات كتير جدا علشان الفيديو ما يطولش عن كده، فلو في حاجة وقعت مني غصب عني أو حد فيكم مش فاهم نقطة معينة تواصلوا معايا على الانستجرام وأنا هفهمكم اللي انتوا عاوزينه، هتلاقوا الرابط موجود في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت. وما تنسوش برضو تشوفوا حلقة الفيديوهات المرعبة اللي صورتها كاميرات الشرطة، هسيب لكم الرابط بتاعها برضو في أول تعليق وفي صندوق الوصف. ويا ريت تعملوا لايك وشير للحلقة، واللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الإشعارات على خيار الكل، وخلوا صندوق الحواديت يتملي، وبعدين نتقابل.